لحقت به. اجلس، لا تتعب نفسك. أخشى أن أقضي قبل أن ألقاه وتضيع الأمانة. ستلقاه جيلا بعد جيل، نحن طفلا ونعشق الأخطاء، نسمي نجومها فهذه القصر وذلك الحليب وأنت الثالث نبدأ وذاك الجميل وذكره القصر. الحاقدين قد تمكنوا من حرق منبر صلاح الدين وتحويله الى رماد. لا تبكي يا رب الأقصى الصامتة، صوت جميل والله المستعان. فالحق له ذنوبه والمنبر هناك من سيعيده. Thank you.
أهلا وسهلا بالباب، مين ما يكون؟ قول يا أخوي، ما تبقى تحيي. سلام عليكم. وعليكم السلام. دونك يا عمر. جميل. مين؟ صايم؟ أنت عايش يا أخوي؟ لا يا أمه، طولي بالك، هذا صايم صغير. حبيبي يا فارس، يا الغالي يا ابن الغالي، تعال تعال يا عمتك. كيفك وكيف عمامك وعماتك وولادهم؟ قلوني عليهم. الحمد لله كلهم خير وبدوك السلام. كيف كنت يا عمر؟ عشان تتلهم شوفك ردت روحي يا حبيبي. يا أمه صاير صار مهندس معماري شاطر، وجاء على القدس بمهمة رسمية. هيئة الإعمار الهاشمي كلفت معاه فريق عمل كبير بالإشراف على كسوة قبة الصخرة الشريفة بالذهب. ما شاء الله عليه، مثل أبوك يا حبيبي، كان يموت على القدس من كثر ما هي غالية عليه. أعطاها روحه. الروح تخص القدس يا عم. أروح أحضر قلوبنا. تحكون شيء لبين المرجع. من اللي ما كانت توصف لي اياها ومن الضغط؟ ما انت يا مهندس تعرفني بالصور بس. بس يا قولي لما تكون فيها وتشم هواها فين؟ وتحس بالارواح اللي استشهدوا فيها غير؟ Don't stop.